That's the most important thing to do. So enjoy it. Enjoy it. And be someone who cooperate and contribute in making the masjid, having a good atmosphere and having a good environment and helping your brothers who praying with you and worshiping with you to enjoy the worship and get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and find the happiness in the masjid. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Please my dear brothers, move forward. تقدموا يا إخواني. Ignore the lines. Move forward. We have people standing. Move forward, please. تقدموا. Those who are in the other section of the masjid, please my dear brothers, move forward. تقدموا. Ignore the lines. Just keep moving up. Please move forward. تقدموا يا إخواني. جزاكم الله خيرا. في فسحة في المكان. تقدموا يا إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سأتحدث عنه في هذه الخطبة أمر عظيم وأمر جليل وهو تذكير لإخواني في الله بأدب المسجد. كثير منا مفرط ومقصر في أدب المسجد وبالأخص في حضورنا لخطبة الجمعة. كثير من الإخوان اتصلوا وتواصلوا معي عن طريق الواتساب يشتكون عما يحصل في خطبة الجمعة. من يصلون في الخارج، بعض الناس يدخنون وبعض الناس يتحدثون على الهاتف وبعض الناس يسلم بعضهم على بعض. اعلم أن هذا لا ينبغي في خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. أمرك له بالإنصات مع أنه خير فهو لغو وإثم وأنت آثم، فما بالك بالسلام والكلام والحديث في الهاتف والتدخين والأمور التي لا تنبغي والأمور التي لا تجوز في الخطبة. الله تبارك وتعالى أوجب عليك هذه الجمعة، هذه الصلاة. لماذا؟ لأن فيها خطبة ولأن فيها ذكر ولأن فيها موعظة. فإذا ما استمعت إلى هذه الموعظة الأسبوعية الواجبة فمتى سيرق قلبك؟ ومتى سينحني قلبك لله عز وجل؟ ومتى تتعلم في دين الله؟ الكثير منا لا يستمع إلى المحاضرات ولا يبالي بأمور الدين ولا يقرأ في كتب الدين ولا يعرف شيئا عن الدين. قصرنا كثيرا في أمورنا في الخارج وفرطنا كثيرا في أمورنا خارج المسجد، فلا نجعل ذلك التفريط يصاحبنا ويكون معنا في وجودنا في المسجد. اتقوا الله يا إخواني، اتقوا الله يا إخواني. المسجد مكان للعبادة، المسجد مكان تأوي إليه القلوب، المسجد مكان تطمئن فيه القلوب، المسجد مكان للتقرب إلى الله عز وجل. وهذا كان حال المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا بدلنا وغيرنا وشكلنا وعملنا؟ لماذا يا إخواني؟ خطبة الجمعة ما تتجاوز النصف ساعة مع الصلاة كلها 40 دقيقة. ما تهدي الله عز وجل 40 دقيقة، وفيما يختص بالصلوات الأخرى مكوثنا في المسجد لا يتجاوز 15 دقيقة، لا تهديها لله عز وجل؟ حديث ولغط ورفع للأصوات. بالأمس كنا في محاضرة أتحدث وأحد وبعض الإخوان في الخلف يتحدثون، ذكرتهم ووعظتهم: يا إخواني اصمتوا، أخفضوا أصواتكم، لا يبالون، كأني أكلم الجدار، كأني أحمق أقص عليهم أساطير الأولين، كأني ما أقول قال الله وقال الرسول. ما ينبغي هذا يا إخواني؟ والله هذا أمر عجيب وهذا أمر فاضح. أحد الإخوان تواصل معي على الواتساب قال: المحاضرة مباشرة والناس خارج المسجد يتابعونها، فربما أخذوا فكرة سيئة عن جماعة مسجد الفرقان، ما هذا؟ فقلت له: والله ما الذي علي فعله؟ علي أن أسكتهم وأبين لهم الحق، لا أبالي بمن يشاهد، كلنا أسرة واحدة، لسنا هنا لكي نظهر مسجد الفرقان بصورة معينة
وليس عرضا تلفزيونيا أو ما شابه ذلك، هو تعليم وهذا جزء من التعليم، فنبين للناس خطأهم. والعجيب في الأمر والله ما يمكن أن تستمع إلى محاضرة في الدين وتسمع المحاضر يقول للناس اسكتوا واسكتوا، كأننا في مدرسة ابتدائية أو مدرسة متوسطة. والله هذا عيب، والله العظيم يا إخواني هذا عيب ما ينبغي. بكل بساطة ليس لك الرغبة في الاستماع لا بأس في هذا، انصرف راشدا، انصرف إلى حيث تشاء أو اخرج للخارج وصيح كما تشاء، لكن لا تبقى في المسجد وترفع صوتك فوق كلام الله وفوق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ماذا يحصل لو فعلتم هذا؟ أن تحبط أعمالكم، تحبط أعمالكم ولا تقبل ولا يتقبلها الله عز وجل بسبب عدم إذعانكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع أصواتكم فوق صوته، وأحاديثه كلام، فكيف نرفع أصواتنا فوق أحاديثه؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكلام الله، فما بالك بآيات الله ترفع صوتك فوق آيات الله التي تتلى وآيات الله آيات الله التي تبين. فاتق الله سبحانه، اتقه وراجع نفسك. مكوثك في المسجد مكوث لكي يقربك إلى الله عز وجل. إما كنت مفيدا لإخوانك فلا تكن مصدر شر ومصدر إزعاج لهم. والله هذا من العجيب. والسوء في الأمر أنه من أسلم ودخلوا الإسلام حديثا هم أنشطوا منا في تعلم دينهم، هم أحرصوا منا على تعلم دينهم، هم أحرصوا منا على الاستماع والانضباط والتأدب بآداب حلق الذكر، لكن نحن من ولدنا على الإسلام نحن سيئون. ينبغي لنا أن نكون قادة، أن نكون قدوة حسنة، أن نكون معلمين لهم. كيف سيحب الدين إذا رأوا منا هذا التقاعس، ورأوا منا هذا الابتذال، ورأوا منا هذا الاستهتار، ورأوا منا هذا التكبر؟ يقال لك اخفض صوتك، اتق الله وأنت لا تبالي. كثير من المسلمين الجدد تركوا الإسلام بسبب أخلاقنا. لماذا هذا يا إخواني؟ لماذا هذا يا إخواني؟ والله هذا ما ينبغي، والله يقطع القلب. والله نمت على مضض مستغرب كيف هذا؟ ما عمري رأيت هذا في حياتي، محاضرا يحاضر في قال الله وقال الرسول ويأمر الناس بأن ينصتوا لقال الله وقال الرسول والناس يستمرون في حديثهم كأنه يحكي أساطير الأولين. أنا لا أنتصر لنفسي وإنما أنتصر لكلام الله ولكلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا أبالي بأمر نفسي، لا تحترمني، هذا شيء راجع لك، لكن لن أسمح لك بأن تستهين بكلام الله وأن تستهين بكلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والذي سيحدث من الآن فصاعدا إن كنت محاضرا والناس يتحدثون سأوقف المحاضرة إلى أن ينتهي الناس من حديثهم، ثم بعد ذلك أحاضر، إما انتهوا أنصرف، نتكلم غدا أو نتكلم في أي يوم آخر. فلا ينبغي هذا يا إخواني، فاتقوا الله وتأدبوا بأدب المسجد. استشعروا عظمة الله في قلوبكم وأنتم في المسجد، استشعروا عظمة الله وأنتم في المسجد. مكوثكم وقت بسيط.